عقلية هذا الشاب لا تتوقف عن الإبداع ومواصلة إنجازاته الشخصية في مجال الابتكارات. غازي الشرماني من أبناء عدن، كاميرا السعيدة في حلقة سابقة سجلت ابتكاره لسيارة رياضية، واليوم ترافقه في ابتكاره الجديد سيارة ذات مواصفات استثنائية تتناسب مع متطلبات السوق المحلية. الحمد لله ابتكرت عدة مشاريع، منها أجهزة شحن فريون السيارات الذي قد سبقت من قبل، وهذه السيارة التي اخترعناها قبل شهرين تقريبا، وعملنا لها إضافات جديدة، منها أبواب، منها تكييف، وحولناها إلى منظومة غاز وبترول. والحمد لله أصبح هذا المشروع الآن ملفت في هذه البلاد، وإن شاء الله بإذن الله مع الأيام سيصبح منتج إن شاء الله. ما دام يعني إنه عندي طموحات، عندي شغف بهذه الابتكارات، أحاول إني أطور من المشروع حبة حبة وأعمل دراسات وأستفيد من خبرة التواصل الاجتماعي، بعض الأصدقاء اللي بالفيسبوك، اللي باليوتيوب، الصينيين والروسيين طبعاً ما يقصروش، إذا شافوا عندك موهبة، عندك إبداع، عندك ابتكار، يحاولوا إنه يساعدوك، يعني يحاولوا إنه يلتمسوا معك طموحات من هذا المجال. في المجال هذا ناس في قسم البرامج التصاميم، في ناس قسم التشكيلات الهندسية، في شباب عندهم في مجالات التكنولوجيا، بس ما فيش الدولة التي تحتضنهم في هذا المجال. حرص الشاب غازي على أن تمتلك سيارته مواصفاته الاقتصاد والمتانة، فهي ذات محرك بقوة 3 بستون و800 سي سي، والعمل بطاقتين وقودية البنزين والغاز، وتحتوي على نظامين اقتصادي وآخر أوتوماتيك لنقل الحركة. أصبح المجال هذا عندي الحمد لله أنه سهل، ما فيش أي صعوبات واجهتنا بالتصنيع، إنما واجهتنا صعوبات في السيولة المادية، في ارتفاع أسعار بعض المواد، ما توفرش بعض المواد الموجودة اللي داخل السوق، بس نريد أن من الدولة أن تمد يدها لهذا الشباب وتستفيد من خبرتهم. المكان الذي نصنع فيه ليس يتوفر لدينا مكان للتصنيع، إنما ورشة صغيرة، معدة صغيرة، فحاولنا أن نعمل بشكل ملفت وكأنها تصميم خارجي وليس تصميم محلي، هذه يعني كمجرد فكرة فقط. إن شاء الله بإذن الله إذا توفرت المواد وتوفرت المصانع والمعدات التي تنتج، سنحاول أن نطور من المشروع أكثر وأكثر، ونوصل فكرة أن نحن قادرين نصنع أي شيء. فلا مستحيل أنه بحيث أن أصلح توك توك، أصلح سيارات للمعاقين حركيا على الطاقة الشمسية، يعني فتحت لي مجالات، عدة مجالات بهذا المشروع من قرب، يعني من جانب المشاريع الأخرى. فقالي إنسان يعني معوقين حركيا، قالوا ممكن أنك تصمم لنا سيارة نذهب بها للسوق على الطاقة الشمسية ومحركات، لأن نحن الآن ما نستطيع أن نتحرك بالسوق زي بقية الأشخاص، ممكن نروح نذهب نشتري خضروات، ممكن نروح نشتري ملابس، يعني سيارة سهل سواقتها، قطع غيار متوفر. قلت لهم في حالة توفر معي هذه المواد وفي داعم ممكن أسويها، يعني مش ممكن، بحيث أن الآن السيارة أصبحت قدامكم بالشكل المطلوب يعني. ونشكر الذين تساعدوا معي من تشاليح وقطع غيار والشارع اليمني الذي رفع المعنويات فعلا، إنه شعب متعطش في زمن الحرب في وجه الابتسامة، إنه شيء جميل يوصل في هذا الشارع، إنه في شباب عندهم طموحات بالتصنيع، فهذا شيء جميل في الشارع اليمني. يعني في ظل غياب الدعم الحكومي لإنجازات الشباب، فقد نال هذا الشاب تشجيعا من محيطه ومجتمعه، وهو صاحب ابتكارات مختلفة سابقة مثل جهاز شحن فريون السيارات الذي أصبح في السوق واستفاد منه الكثيرين.